بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب بكل سادة الوزراء وسادة الهيئات سادة المحافظين لهذا الاجتماع الاستثنائي، وراح نناقش فيه قضية واحدة، قضية توفير الدعم لمفوضة الانتخابات. الآن نحن على مسافة قريبة من الانتخابات، باقينا تقريبا شهر، وكذلك صادفنا الزيارة الأربعينية، فنحتاج هي ظروفنا بطريقة تحمي الزائرين وتوفر ظروف مناسبة لانتخابات بها كل شروط النجاح. أنا قبل قليل شفت في اجتماع اللجنة الأمنية وحضرت شخصيا للمحاكاة ميدانية لعمل اللجنة الأمنية فيما يخص تحضيراتهم والفرضيات اللي افترضوها اللي يمكن تواجهنا في الانتخابات. فإحنا كل ظروفنا الحكومية قاعد نقوم بها في التزمنا بها أمام الشعب وأمام البرلمان أن نقوم بواجبنا فيما يخص تهيئة إلى انتخابات مبكرة. كذلك وفرنا المفوضية منذ اللحظة الأولى ميزانية خاصة، كانت عندنا مشكلة الموازنة مع عام 2021، احتياطا وفرنا لها كل ظروف خوفا أنه قد ما ننجح بتوفير أو الحصول على تصويت على الموازنة. الحمد لله شكرا حصلنا على التصويت على الموازنة رغم كل الملاحظات اللي تم إعاقة حكومة توفير بعض الأموال للخدمات للكهرباء للصحة، ولكن الحمد لله والشكر مشينا باللي نقدر عليه، وقدمنا شكوى للمحكمة الاتحادية اعتراضا على بعض الفقرات اللي تم تغييرها بالبرلمان لكي نعمل على خدمة شعبنا. كما ذكرت هذه جلسة استثنائية، ولكن أحب أن أذكر ببعض القرارات. إحنا عندنا زيارة أربعينية على أبواب، وأسبوع الماضي لجنة الصحة والسلامة اتخذت قرار في عدد الزوار، وإحنا أخذنا قرار كذلك دعم الصحة والسلامة، ولكن في نفس الوقت توفير أكبر عدد ممكن من الزائرين لهذه الزيارة وفق ظروف وشروط لجنة الصحة والسلامة. أعلن عن توفير 80,000 زائر للعالم الإسلامي لزيارة الزيارة الأربعينية، وأتمنى على وزارة الخارجية أن تقوم بواجبها وكذلك وزارة الداخلية بتبليغ السفارات تبليغ منافذ بالشروط وتسهيل مهمة الزائرين. طلبنا الفحص البي سي آر اللي يجيب الزائر نعتمد عليه، وعدم عرقلة الزائرين تحت عنوان البيروقراطية والسماح لهم البقاء بالفترة اللي يقدرون بها ينجزون بها الزيارة على أفضل وجه. بالضبط المفوضية طلبة من عندنا مجموعة ملاحظات من الوزارات، أتمنى توفير الدعم إلى المفوضية. أنجزنا الحمد لله والشكر بهذه الحكومة كل مطالبات المفوضية، كذلك قانون الانتخابات وكذلك المحكمة الاتحادية في شروط والظروف مهيئة بالكامل للانتخابات. هناك إجراءات أمنية مشددة راح نأخذها من الآن لتوفير بيئة تنافس عادل بين الناخبين، وأتمنى من الجميع احترام قرارات اللجنة العليا للأمن فيما يخص الانتخابات. من أجلكم من أجل العراق يجب أن نعمل سوية لإنتاج انتخابات تعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي بالحكومة وبثقة نظامنا الديمقراطي وحمايته من أي موضع شك أو عدم ثقة بالمواطنين. بانعدام الثقة لا يستطيع النظام السياسي أن يكمل مشواره في خدمة الناس. قبل قليل كنت حاضر كذلك مؤتمر حول العنف ضد المرأة، أتمنى من وزارة الداخلية من الوزارات المعنية بموضوع المرأة العمل على حماية المرأة من كافة التجاوزات والعنف. نقاش راح يكون على قضية واحدة فقط، قاضي جليل راح يكون موجود بيناتنا، وأطلب من قاضي جليل أنه يقدم احتياجاته ومن ثم ننطق بتوفير هذه الاحتياجات إلى المفوضية. بعض المحافظين بعض الوزراء مرشحين بالانتخابات، احنا بلغنا الجميع يجب أن لا تستخدم موارد الدولة أو مؤسسات الدولة للترويج على حساب العدالة مع المنافسين الآخرين. أتمنى من الجميع أن يلتزم، والمفوضية وعدونا أنه أي تجاوز راح يكون راح يبلغونا به، وراح نأخذ به إجراءات ضد أي مسؤول مرشح في الانتخابات يحاول أن يحصل على موضع قدم أو ظروف
استغلوا في الدولة على حساب منافسين آخرين. هذا نظام ديمقراطي يجب أن نحترمه، نحترم كل قرارات وقوانين الدولة وكذلك المفوضية. شكرا جزيلا.